السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. خواتي مباركة، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قبل ما نبدأ فقرة اليوم، يا ريت تفعلوا أيقونة الجرس عشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل فيديو جديد. وإذا أنتم مشتركين بالقناة، يسعد إنكم تشتركون وتشوفون جديدي أول بأول. فيديو اليوم بعلمكم طريقة عمل توزيعات عيدية الأطفال، مرة حلوة وكيوت، وغير إنها سهلة وتقدروا إنكم تطبقوها مع أطفالكم. خلونا نبدأ مع بعض ونشوف إيش الأشياء اللي ممكن تحتاجوها لعمل هذه التوزيعات. وخلونا نبدأ. بنحتاج إلى أوراق مكتبية ملونة، بتحصلوها في السوبر ماركتات أو في المكتبات. وبنحتاج إلى عيون ألعاب متحركة أو ممكن أي إكسسوارات بسيطة، وراء. وكمان بنحتاج إلى ألوان خشبية أو بترولية، وقلم ومقص. ونحتاج إلى شريط تزيين أو ممكن تستخدموا خيوط. نبدأ نفكر بأي فكرة ممكن نرسمها، أشياء كيوت كذا بسيطة زي الدودل أو إيش يقولها دودلي أو شي. ونبدأ ناخذ افكار. لو انتم ما تحب يعني ما عندكم موهبة الرسم او من هذا الكلام، ممكن انكم تنقلوا الرسمات من الانترنت. فخلاص نبدأ نرسم. انا هنا حبيت ارسم شكل حلاوة صغيرة. انا صراحة من الناس اللي جدا احب اني استمتع بهذه الاشياء، يعني احس انني كذا احس بسعادة داخلية لما ارسم هذه الاشياء. بعد ما نبدأ نرسم الرسمة ونكملها، نبدأ الآن نلونها بالألوان الخشبية أو أي ألوان متوفرة عندكم. بعد ما نلونها نكتب العبارة اللي تحبونها، ممكن تكتبوا رؤيتكم عيد أو عيدكم مبارك أو كل عام وانتم بخير، وممكن تكتب أسماء الأطفال اللي بتعطوهم العيدية. الآن نأخذ الشريطة ونلفها بهذا الشكل بعد ما نقصها، ونسوي شوية غراء. ونثنيها بهذا الشكل عشان تثبت معانا، ونصبر شوية لما تنشف. وإذا كان في أي زوائد ممكن نحنا نقصها. يكون معانا شكلها كذا مثل الحلقة. الآن نطرح شوية غراء ونثبتها على الورقة في أي مكان تحبوه. نجلس ضاغطين عليها لمدة ثواني عشان تثبت. بعد كذا نجيب الفلوس ونطرحها، وممكن كمان تطرحوا حلاوة أو أي شيء جنب الفلوس. يعني في بعض الناس يعطوا عيديات حلاوة وبعضهم يعطون عيديات فلوس، فكل واحد حسب رغبته. وبس نكرر نفس الخطوات في الأوراق الثانية. رسمات مختلفة مرة كيوت، ممكن تطرحوا إكسسوارات عليها، يعني مثلا زي حكاية العيون المتحركة، ممكن شكل ورود، يعني ابتكروا، يعني تقدروا تبتكروا أي شيء على هذه الأوراق الصغيرة. أنا هنا مثلا رسمت خروف، وبعدين عشان يكون شكله كيوت فركبت له اثنين عيون متحركة. شايفين مرة كيوت صراحة، عاجبيني. الآن شوية غراء ونثبتها على الورقة. يكون معانا شكلها كذا مرة كيوت، والعيون تتحرك، ونكتب عيدكم مبارك.
وخلاص هكذا تكون أوراق توزيعات العيديات جاهزة، وتقدروا تسووا أفكار مختلفة وتخلوا الصغار يبدعون فيها. يعني جدا ممتعة والله، يعني أنا الكبيرة استمتعت جدا وأني أسويها، وأحلى شيء إنها هذه الأوراق جاهزة موجودة في كل المكتبات تقريبا، تكون ألوان كذا مخلطة على مربعات صغيرة، يعني حجمها جدا كيوت، المسألة غير مكلفة أبدا. أنصحكم صراحة أنكم تجربوها مع أولادكم وتستمتعون. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وأسف لو كنت قصرت كثير في رفع الفيديوهات لأنه رمضان الوقت يكون ضيق ويجزع الوقت. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا أيقونة الجرس، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.